الأحلام. الأحلام هي عبارة عن طموحات بدون تمن. عارفين إيه أهم كلمة في الجملة دي؟ عم مش حتة خشبة اللي هتفصلك كده؟ حتة خشبة؟ حتة خشبة بتاعتي يعني. الأحلام متكونة من كل اللي بنحبه أو نحب نعمله، ولو كلامي حقيقي يبقى الحلم أساس الشخصية، وزينا زي الحلم بنكبر وبنتقدم. يلا بفضلكم بفضلكم يلا يلا. ولو أحلامنا ما كبرتش عمرنا ما هنكبر. ما تخافش من الحلم الكبير. انت كويس؟ جاهز يا جورج؟ شكلك كده تعوضت. قلنا ممنوع الزبط ده هنا. راح فين دي بتاعتي؟ يا دود انت ما ينفعش تاخد حاجه بتاعتي. طب هنشوف ايه الخرا ده؟ لازم ارجعها. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلاح والدموع. محمد صلاح محمد صلاح وابا بص يا عم انا جمعت اللي اقدر عليه، خلينا اشتريها منك بقى. امشوا من هنا يا عم. 200 جنيه امشوا من هنا. انت غبي. Ladies first. ايه اللي انت بتعمله ده؟ مان ممكن تهدى؟ دي حاجة عمك جيمس بوند علمها لي. بتتفرج على افلام كتير. انت ليه دايما كل ما حد يجبرك انك تجيب ورا بتسمع كلامه ها؟ يا عم مش حتة خشبة اللي هتفصلك كده؟ حتة خشبة بتاعتي يا عم. لا بتاعتي أي كلام. رجع لي البورد بتاعي. انت عيال تافهة زهقانة. انتوا محدش عايزكوا هنا لأنكم ما تعلمتوش حاجة خالص. ما تعلمتوش أساساً. ولا لو شفتك تاني هعورك. لا 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 كفاية عليكم كده.
انا خالد. ايه يا خالد؟ ابعتولي حد الدور التاني. ظريف مسخرة. انا قلت لك ان انا لو شفتك تاني هعورك مش كده؟ يو انا متأكد ان انت مش عايز الفيديو ده يتشهر على النت. ويعني هجيبك برضه. يلا بابا يلا بابا يلا تك على بابا يلا في يا خالد لما وعيال واضح انك مش مسيطر في يا ابني ناس اللي بقالي فرح بلدي في النور ايه ده ماله ده مفيش حاجه يا ريس هو اصلا انا اعتبر اصلا ايه اللي جرى له الولد ده وقعد وهو كان بيساعدني وبيطمن عليا صح خالد ولا ايه صح هو وقع وانا كنت بطمن عليه والعيال اللي كانت هنا دول شوية صحابي كانوا بيلعبوا معايا وجم بس يطمنوا عليا. صحاب يا ريس، صحاب. أنت عارف إن البنتوماج ممنوع هنا في المكان، صح؟ صح، عارف، حقك عليا مش هلعب هنا تاني. خلي بالك بقى المرة اللي جاية. عملت كده ليه؟ تعرف أنا عملت كده ليه كويس. عشان البورد رجعهولي وكلمة راجل همسح الفيديوهات عارف ان ده مش هيغير حاجه من الموضوع عارف بس بعد النهارده بعد النهارده اشتاك انها تنجح او طبعا قلت لك بقول لك ايه نحتفل بقى ام يا عم يلا بينا انا عازمك على الشاورما النهارده سلام لو بالطحينه يا عم بالطحينه تعالى بس استنى بس رايح فين لسه ورانا حاجه نعملها ايه ماماه ما تسخنش ها يلا انا جاهز رغم الجراح رغم الالم رغم ان جوه القلب فيه زحمة كلام رغم اللي قال دود انت كويس؟ انت يا بارد رغم اللي قال واللي فاكر انه ممكن يخنق العقل بقيود
رغم السؤال اللي ملوش حلول. أنا موجود، أنا موجود لسه قادر عالصمود. أنا موجود، أنا موجود لسه قادر عالصمود. من بارودك أنا.